يقول السائل: إني لا أستطيع أن أخشع في صلاتي، وإني أحاول ولكن لم أستطع، وأحس في فراغ في صدري، وإني كثير قراءة القرآن، ماذا أعمل؟ وجزاكم الله خيرا. أخي في الله، شكوت مما تجده في نفسك من حرمان الخشوع، وتسأل عن الطريقة التي تصل بها إلى الخشوع في صلاتك. أول ما ينبغي عليك أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك قلبا خاشعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه من سأل الله تعالى قلبا خاشعا واستعاذ به من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. فلذلك أول ما ينبغي أن تفكر فيه سؤال الله عز وجل أن يهدك قلبا خاشعا يستحضر عظمته ويخشع لآياته ويرق لعظاته. أما الأمر الثاني، أخي، ما شكوته ضعف من الإيمان، ضعف في إيمانك، لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته إذا وقف بين يديه أجله وهابه وخاف منه وهابه سبحانه وتعالى بما يليق أن يهاب. لذلك أخي في الله، أدعوك بعد الدعاء أن تتعرف على الله الذي تريد أن تقف بين يديه، فلو عرفت الله بأسمائه وصفاته معرفة تدعوك أن تجله وتقدره، دعاك ذلك للخشوع بين يديه، فإذا جاءتك آياته رق لها فؤادك وخشع لها قلبك. وهذا معلوم معروف معهود، كلما قوي إيمان العبد كلما ازداد خشوعه لربه وخوفه من خالقه، والعكس بالعكس. تعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، واعرف من ذلك الملك الذي تقف بين يديه تناجيه وتناديه، فذلك أدعى لخشوعك. أما الأمر الثالث، أدعوك أن تتفكر وأن تنظر في الآيات التي تقرأ وتسمع، فما من عبد يتفكر في القرآن إلا أورثه الله عز وجل خشوع الجنان، وما من قلب يحضر لتلك الآيات إلا وجد عظتها في صميمه، كما بين الله تعالى ذلك في كتابه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يخشع في صلاته أن يتدبر آيات القرآن. قل لي بربك كيف لا تخشع وأنت تعيش مع أهل النار في جحيمها يصيحون ويستغيثون، وفي آيات الجنان مع حورها وهم في نعيم وترف من رب العالمين ورضوان من ملك يوم الدين. كيف لا يخشع القلب لذلك؟ كيف لا يخشع القلب إذا تفكر في قوله تعالى: مالك يوم الدين، فعرف ما ذلك اليوم وما هو موقفه فيه، فإن ذلك يدعوه إلى خشوع فؤاده. وكيف لا يخشع القلب وهو يقول: إياك نعبد وإياك نستعين؟ كيف لا يخشع القلب وكيف لا يرق الفؤاد لهذه الآيات التي لو نزلت على الجبال لاندكت وانهدت من خشية الله، ولكنها المعاصي رانت على القلوب وحرمتها الخشوع بين يدي علام الغيوب. لذلك أخي في الله، تفكر في آيات القرآن، تدبر فيها، وعد كأنك المخاطب بها. ولذلك السبب الذي جعل الكثير منا لا يتفكر بالقرآن ولا يتدبر أنه يحس كأن القرآن يخاطب غيره. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله إذا ذكروا بآيات النار بكوا كأنهم أهلها، وكذلك إذا ذكروا بآيات الجنان تشوقوا وكأنهم أهلها، رجاء فيما عند الله وخوفا ورهبة لله. قال بعض السلف: والله ما عرضت نفسي على كتاب الله إلا عددت نفسي من الراسخين في النفاق. وهذا من حينما يتدبرون هذه الآيات ويتفكرون في هذه العظات يحتقر الإنسان نفسه. قرأنا كتاب الله، قرأنا صفات المتقين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون،
ووجدنا أنفسنا قل أن يخشع القلب بين يدي ربنا. قرأنا صفات أهل الجنة من المسابقة بالخيرات والمسارعة إلى الطاعات، فما وجدنا من تلك الصفات فإنا لله وإنا إليه راجعون. السلف مع الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والجهاد في طاعة الله يعدون أنفسهم كلا شيء احتقارا لتلك الطاعات في جنب رب البريات. ونحن مع الإساءات والإدمان للسيئات نعد أنفسنا في أعلى الدرجات. هذا هو الذي حجب عن القلوب خشوعها، وأصبح العبد يقف بين يدي ربه موقف الساهي اللاهي. وكذلك أدعوك أن تجعل هذه الصلاة كأنها آخر صلاة تودع بها الدنيا. قل لي بربك من يضمن لك أن تسلم من صلاتك؟ والله ثم والله ما ظننت لنفسي أن أقوم من مجلسي، فكيف أضمن لنفسي أن أنفتل من صلاتي؟ كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان إذا وقفوا بين يدي الملك الديان عدوا ذلك آخر عهدهم بالدنيا. ولذلك رقت القلوب وخافت من لقاء علام الغيوب. لمثل هذه المواقف تخشع القلوب لربها وتذعن لخالقها، فأدعوك إلى تعاطي هذه الأسباب، ثم أدعوك إلى الإقلال من المعصية. فوالله ما حجب القلب عن الخشوع بشيء مثل خبث المكسب وكثرة القيل والقال. كثر كلامنا وقلت خشيتنا لربنا، فقلت خشيتنا لربنا بسبب هذه السيئات. ذنوب البصر، ذنوب اللسان، ذنوب السمع، هذه الذنوب دخلت إلى القلوب فأظلمت القلوب من دخولها، فأصبحت تنادى بالآيات وتذكر بالعظات فما تستجيب ولا تجيب. فلذلك أخي في الله علاج قلبك، علاج قلبك الذي يدعوك للخشوع بين يدي ربك أن تبتعد عن هذه المعاصي وأن تقبل على الله عز وجل. جرب، والله ما راقبت لسانك ولا راقبت سمعك وبصرك وحفظت ذلك محافظة ترجو بها رحمة الله إلا وجدت أثر ذلك في قلبك، شئت أم أبيت. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل ما رأيكم